عايز اسالك بالذات على القبض على محمود عزت، بعدها على طول تطلع الابواق الاعلاميه لجماعه الاخوان الارهابيه تتكلم عن الاوضاع في السجون وان احنا مش بنعامل النزلاء في السجون بشكل ادمي، مش بنوفر لهم حقوقهم، مش بنوفر لهم الاكل السليم الصحي. يعني ايه رايك في انه ده او هذه التقارير عن الاوضاع في السجون المصريه خرجت على طول بعد القبض على محمود عزت، واحنا عارفين طبعا انه وفود اجنبيه زارت كل السجون المصريه واطمأنت على الحال فيها؟ طبعا اذا كان لما واحد بيموت في السجن بيعتبر ان دي مشكله، لانه الاخوان مش المفروض يموتوا، الاخوان دول ابديين. يعني في حاجات بيعملوها افقدت المصريين الثقه فيهم. لما النهارده يقولوا طب ما في كتير سجناء، يعني سجناء لانهم بيمارسوا نشاط ضد الدوله او انهم بيعادوا الدوله او انهم ليهم علاقات خارجيه او انهم على علاقه بالمنظمات اللي بتسمي نفسها حقوق الانسان وهي ملهاش دعوه لا بالحقوق ولا بالانسان اساسا، فكل ده هم بيحاولوا يلاقوا اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه تدين مصر او اي حاجه تشوه صوره مصر في الوقت اللي فيه ايه؟ في الوقت اللي فيه مصر عماله يعني تسترجع فعلا رونقها وعظمتها وقوتها وهيبتها. واحنا شايفين وانت شايف برضو الموقف من التعديات على الاراضي الزراعيه والبناء المخالفه للقوانين ولكل حاجه يعني يعني عايزه اقول ان هم مش عارفين يلاقونا بلوى، فبيختلقوا بقى هم البلاوي يعني زي ما انتوا قلتوا. طيب بس الاختلاق عمره ما بيمشي صحيح.